بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وهادينا أبي القاسم محمد. مشروعية مقاومة الاحتلال السعودي ثابتة، وتحرير الأسرى من السجون بات واجبا. شعبنا العزيز، 4 أعوام مضت ولا زالت قوات المحتل السعودي رابضة على صدر بحريننا الحبيبة. هذه القوات التي غزت في 14 من مارس 2011 ميلادية بلادنا بصورة دموية لترتكب أبشع الجرائم وتنكل بشعب أعزل، فتقتل الشباب والنساء والأطفال، وتهدم المساجد والحسينيات، وتنتهك حرمات المنازل والأعراض. قوات غازية جبانة لم تخط حرب كرامة أبدا ضد عدو لهذه الأمة. ويا للعجب، غزت البحرين مدججة بالسلاح لتهاجم شعبا عربيا مسالما، ظنا منها أنها بفعلتها الشنيعة سوف تخمل الثورة الشعبية المباركة، ظنا منها أن إراقة دماء الأبرياء ونصب المشانق الطائفية والقتل على الهوية سوف تنهي تطلعات شعبنا المظلوم في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وهيهات، 1000 هيهات لهذه العصابة الظالمة الطاغية، ألا وإن الأدعياء أبناء الأدعياء قد ركزوا بين 2 بين السلة والذلة، وموقفنا كموقف أبي عبد الله حين صاح بصوت كربلائي حسيني يسمعه جل الطغاة: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة، للباطل أول جولة، والحق يؤسس دولة، هيهات منا الذلة. لكن هذا الشعب رغم الألم والمعاناة استطاع أن يواصل ثورته دون توقف، وأن يطور من مقاومته المشروعة ليجد الكيان الخليفي نفسه لا يملك إلا القمع وسيلة للشرعية، ويجد نفسه مرتهنا لجيوش من المرتزقة أجانب من السعودية والإمارات وباكستان والأردن. تقف اليوم القوى الثورية المعارضة لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حق، وتيار الوفاء الإسلامي بجوار منزل الشهيد المقاوم أحمد فرحان. أجل، أحمد فرحان هذا الشهيد البطل الذي قتلته يد المحتل في أبشع صورة، لنعاهده أولا ولنعاهد شعبنا المظلوم بأننا لن ننسى ولن نتراجع ولن تذهب دماء الشهداء هدرا. مطلبنا رأسه، مطلبنا رأسه، يم الشهيد منا وعاد، يم الشهيد منا وعاد، خواننا كثل العهد، مطلبنا رأس حماد. هذا الشهيد الذي قتلته يد المحتل في أبشع صورة، لنعاهده أولا ونعاهد شعبنا المظلوم
بأننا لن ننسى، لن نتراجع، لن تذهب دماء أهلنا هدرا، لن نترك مساجدنا التي هدمتها جيوش الوهابية، لن نعجز عن العطاء والاستمرار في هذه المسيرة مؤكدين الآتي: أولاً على قوات المحتل السعودي أو ما يسمى بقوات درع الجزيرة الجبناء الخروج من بحرين الحبيبة فوراً ودون شرط أو قيد، فبقاء هذه القوات الغازية يعطي شعبنا المشروعية التامة في المقاومة، يعطي شعبنا المشروعية التامة في المقاومة وطرد مرتزقة آل سعود وتطهير البحرين من دنسهم. ثانياً لشعبنا المقاوم كل الحق في تحرير الأسرى من السجون، وخصوصاً في ظل الصمت الدولي المخزي وعدم تحريك ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان ساكناً، بل على العكس نشاهد تقاعس هذا المجلس في القيام بواجبه تجاه المعتقلين السياسيين وعدم قدرته حتى على إرسال مقررين خاصين للقيام بواجباتهم. ثالثاً إشادة القوى الثورية المعارضة بصمود الأسرى الأبطال داخل السجون الخليفية وتكبر فيهم هذه الأنف والإباء الواضح، وما موقف المحكوم بالإعدام الأستاذ عباس السميع إلا نموذجاً لمئات الأسرى الصابرين والمثابرين حتى من خلف القضبان في إرسال رسائل العزة والسلم. رابعاً تدعو القوى الثورية المعارضة جماهير شعبنا الأبي للاستعداد التام للفعاليات المتزامنة مع الذكرى السيئة لغزو جيش الاحتلال السعودي وفرض الأحكام العرفية، مع التنويه بضرورة المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات الثورية التي سوف تنطلق بعون الله لتؤكد على إحياء اليوم الوطني لمقاومة الاحتلال السعودي الغاشم. المجد والخلود لشهداء الثورة الأبرار، الحرية للأسرى والأسيرات في السجون الخليفية، التحية والتقدير لشعبنا الأبي المقاوم، صادر بتاريخ 2 مارس آذار 2015، القوى الثورية المعارضة، ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة الحريات والديمقراطية حق، تيار الوفاء الإسلامي، سترة الأبية، البحرين المحتلة.